في بعض الناس بتقول إن ممكن أدوية الربو تفقد مفعوليتها لما بنستمر عليها لمدة طويلة. ده ممكن يحصل لو استخدمنا الأدوية استخدام سيء زي استخدامنا لأي أدوية أخرى استخدام غير جيد. يعني أدوية الربو الشعبي من ضمنها أدوية الموسعات الشعب الهوائية اللي هي علشان تشتغل في بعض المستقبلات اللي موجودة في الجهاز التنفسي، بتقدر هي اللي تستقبل هذه الأدوية وهي اللي بتشتغل عليها وهي اللي بتعمل نوع من أنواع الارتياح وعدم دخول الشخص المصاب بالربو الشعبي في الأزمات. لو تم استخدام هذه الأدوية استخدام سيء، ده ممكن يؤدي إلى نوع من أنواع التشبع لهذه المستقبلات، فبيخليها ما تستقبلش الأدوية، وبنحتاج إلى أدوية أخرى ممكن تكون غالية الثمن وممكن تكون أدوية أخرى طويلة المفعول. فبالتالي زي ما بنقول استخدام الأدوية له مواعيده بالجرعات المضبوطة بالأوقات المضبوطة، إلى جانب تجنب الأشياء الأخرى اللي ممكن تؤدي إلى زيادة نوبات الربو الشعبي، وده اللي بيخلينا نتعايش مع مرض الربو الشعبي والتحكم في أعراضه.